هاي طرد على زلاتان جونيور ولد طيب اليوم جايب لكم مهنة زلاتان إبراهيموفيتش. اليوم يا عيال عندنا مباراة مصيرية، مباراة بتحدد أشياء كثيرة في ذا الموسم، هي مباراة مانشستر سيتي. بقى في المجموعات جولة واحدة بس، في حال إني تعادلت أو خسرت بروح ليوروب ليج. لازم نفوز على مانشستر سيتي عشان نتأهل للجولة الجاية من تشامبيونز ليج اللي هي دور ال 16. فأول مباراة بندخل عليها في حلقة اليوم هي بتكون مباراة مانشستر سيتي. بعدها عندي فالنسيا، إسبانيول، وعندنا ريال سوسيداد، يعني هذا الشهر في مباريات الصراحة قوية. فالنسيا مرة قوية خصوصا بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد في الحلقة اللي فاتت 1-1 جحفلنا من لورينتي. والشهر اللي بعده راح ندخل على السوبر الإسباني، هذا هنا من جد يبدأ الموسم السوبر الإسباني. فالحين تركيزي على مباراة مانشستر سيتي، بس في شيء لازم أعدله، أنا قلت لكم هذا اللاعب راح يلعب أساسي اللي هو اللاعب دريسي، فخلاص راح أثبته أساسي بداله كامبوس الثقيل. والله كامبوس يا أخي صعب بالحركة فيه في الملعب. كان عندي اثنين زلاتان جونيور، انا يلا متحمل ذا الحين. بلا كم رشاقة عندك انت تبن؟ طبعا اكيد. هذه هي تشكيلتنا اللي بندخل فيها ضد مانشستر سيتي. الصراحة افكر اني اسوي صفقة، بس ماني معطيكم تفاصيل الصفقة حاليا، اصبروا شوي. تشكيلة مانشستر سيتي: محرز، ايموبيلي، ستيرلينج، دي بروين، برناردو سيلفا، رودري، لابورتي، دياز، وش اسمه ذا، كانسيلو، ايدرسون. اليوم لازم نفوز يا عيال، اليوم لازم كل واحد يلعب 100%، فهمتوا؟ والحين خلونا نروح للمؤتمر الصحفي ونرجع لكم بعد المؤتمر. اول سؤال في المؤتمر الصحفي: صح ان فريقي متصدر الدوري الاسباني، بس لا ننسى ان المباراه الجايه مباراه مهمه في مشوارنا في الشامبيونز ليج، لازم نفوز فيها، تركيزي انا على المباراه الجايه بس. بعد ما نعدي مباراه السيتي نبدا نحط اي احتمالات، ما ابغى يعني اخلي على لعيبتي ضغط او شيء، اهم شيء التركيز في المباراه الجايه. الصراحه انا واصلني كلام انه راح يرجع قريب، هو يفكر انه يرجع من الاعتزال، يعني احتمال يدرب نادي، ما تدرون انتم ايش يصير بعد اسبوعين. ما يبيلها، احنا ضد السيتي لازم نفوز، انا داخل المباراه ابغى اخذ 3 نقاط من مانشستر سيتي. لا تقول لي السيتي قوي، السيتي لا يا بوي، كل شيء وقف هنا عند فريق زلاتان ابراهيموفيتش، احنا بنروح عشان ناخذ 3 نقاط. للاسف ما اقدر اودي جونيور لاعاره، انا واعد انه راح يمشي معاي يعني في كل مسيرتي في اي فريق اروح له، فما اقدر اوديه اعاره. وانتهى المؤتمر الصحفي ونشوفكم ان شاء الله وقت المباراه. بعد ما انتهى المؤتمر الصحفي خلونا ندخل الحين على مباراة مانشستر سيتي، كلنا جاهزين وخلونا نبدأ الحين. لا بديل عن الفوز اليوم اذا ارادوا التأهل، ثلاث نقاط تعني التواجد في الادوار الاقصائية، كونوا معنا في تغطية حصرية لهذا اللقاء. صح صح، صادق صادق فارس عوض، اسمعوا الكلام عمكم فارس عوض. سمعنا رشيد الشامبيونز ليج، اسمع يا زلاتان جونيور اسمع، عشان تحس يمكن شوي، فوز يساوي دور ال 16. بس هذا اللي بقوله قبل المباراة، يلا خلونا نبدأ الحين. الله الله على الجمهور الأندلسي، اسمعوا رجال نيمار النصيري يا عيال، هذه فرصة زلاتان جونيور. إيدرسون يا عيال، أنا أبغى حل لإيدرسون هذا، شو نسوي له عشان نسجل عليه؟ أقسم بالله حرام لو جت هذه، حرامي أنا أحط لك ياسين قدامك يا عيال، أنا غلطت في الدفاع بس عوضتها، حركت الحارس. ارجع كوندي، خطيرة للسيتي، والله العظيم السيتي أقوياء. تسلل حكم، يا ساتر، خلاص لا والله مانشستر سيتي كانهم مكاين. حلو دريسي، يا سلام نيمار يا عيال، ليش كذا تحسها بتجي بس ما تجي؟ خطيرة، كوندي معه وديجو كارلوس، هذا مو بكوندي، ديجو كارلوس، كفو، خطيرة، لا 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 لا. حلو إلى الآن الكرة معنا حتى لو هو كنترها. تكفى نيمار نيمار يا عيال، شفتوا نيمار صار ثقيل. فرصة مع ضربة ركنية للتقدم في النتيجة، شوف الجمهور الآن، والله توني بقولها، اسمعوا الجمهور بالراس. اوه ليل سجل، احنا الحين برا الشامبيونز ليج، اذا ليل سجل. لا تكفى، محرز يا شيخ تكفى، تعود من بليس رياض. اوه ديجو كارلوس، الله يقطع ابو شكلهم يا شيخ، الحمد لله طلعت. تكفى، اخلص زلاتان جونيور. اوه سلكت، نيمار راح،
يا الله يا الاستهبال. والله لاحظت مخليني ماري غبي اليوم. تكفون فيفا ما نبغى استهبال، خلوها منافسة شريفة. راسيتي ديوغو كارلوس ديوغو. احنا الحين طلعنا ليل مدامنا متقدمين. راسية محارب والله. كفو ديوغو كارلوس، اليوم مبدع ديوغو كارلوس في هذه المباراة. خلاص انتهى الشوط، انتهى الشوط الاول 1-0. المباراة ما بعد انتهت يا عيال، بقى شوط ثاني وانا العب ضد بيب غوارديولا. ليل منهي الشوط 1-0 برضو ليل. شوفوا يعني هم عندهم استحواذ وانا تسديدات. والله في لعيبة تعبوا يا اخي، مثل جوميز ودي ادخل سوسو اجل. رشاقة 80 سوسو وكامبوس 79. اوكي بدخلوا كامبوس، معليش قمز بس والله انت تعبان واضح. وبرجع هذا مكانه وهذا مكانه على اساس يسرون يلعبون كل واحد في مكانه يعني. يلا شوط ثاني. انا الصراحه المثلث اللي قدام نيمار النصيري زلاتان ما بانوا في الشوط الاول، ان شاء الله الشوط الثاني بيثبتون نفسه. كوندي ما يمشي. هدي شوف شوف السيتي، شوف السيتي يضغط، ارجع ورا السيتي، يضغط ارجع ورا يا ابوي. اوكي ما علي نيمو. شوفوا كيف يضغطون السيتي، لا كسبها الوسط. شوفوا كيف يضغطون. بس انا ما عليكم، انا مفعل التكتيكات الصح، انا حاط التكتيكات الصح. لا متسلل اصلا يوسف النصيري، كنت شاك. لازم هدف ثاني عشان ما يصير سيناريو اتلتيكو مدريد. لا تكفى، لا يا نصيري والله العظيم توتر. دس روح زاتان جونيور. شفتك يا ابو جونيور. مشيها زين يا اخي. الله 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 الله، التركيز كان قبل شوي، التركيز النهائي. ايه العب عليك. تكفى الحسم دور ال 16. خلاص يا عيال دور ال 16، وش رايكم بالاداء اليوم؟ تركيز 100%. اوكي بدلت كوندي خذ راحه الحين. يلا يا عيال دور ال 16 احترينا. برناردو سيلفا يا شيخ ما والله ما يمشي. فاولي خذ فاول. ياسين تمركز زين، ها تمركز زين، مو مسجلينها معل. يتصدى لهذه الكره، يطلق الحكم صافره نهايه المباراه. مشاهدينا دور ال 16 من تشامبيونز ليج. اوكي الحمد لله يا عيال، الجمهور على التكتيك على كل شيء في هذه المباراه 100%. شكرا فارس عوض يقول استحقوا الفوز. طبعا احتفلوا يا شباب، احتفلوا دور ال 16، مدربكم ابراهيموفيتش احتفلوا. مؤتمر صحفي كذا ومقابلة صحفية بعد المباراة، تفضل. كيف قررتم عدم منح فرصة؟ شوف يعني اسمع، اللاعب ذا يعني كان من اللعيبة المهمين في اشبيليا، بس أنا خلاص الحين ما عاد أحتاج خدماته. لاعب شايب مع احترامي الشديد له، بس يعني كان أسطورة من أساطير اشبيليا، بس انتهى وقته الحين مع النادي. اوه حلو، شوفوا عجبته اجابتي، ارتفع عنده. كانت فرص الفوز ضئيله، هل كانت هذه النتيجه متوقعه؟ انا مثل ما قلت لك قبل في المؤتمر الصحفي، النتيجه هذه متوقعه 100%. شوفوا ارتفعت شوي المعنويات عند الفريق. لقد تمكنتم من التغلب على مانشستر سيتي هذه المره، ماذا كان رايكم في هذه المباراه؟ انا احترم فريق مانشستر سيتي واحترم بيب غوارديولا، بس اليوم مو بيومك يا سيتي مدامك تباري اشبيليا. اوف الاجابه عجبت الجمهور، كفو. شكرا يعطيك العافيه، يلا مع السلامه. طيب الان احنا متصدرين بفارق نقطتين في الدوري، وبعد شوي بنعرف من خصمنا في دور ال 16، لان القرعه يوم الجمعه. عندنا الحين مباراه فالنسيا، بلعب هذه المباراه يا عيال، مباراه مره مهمه. شوفوا برشلونه فايز وصار الاول، معناتها انا لازم افوز في مباراه فالنسيا واشبيليا، والله مباراه قويه. طيب بالنسبه لخصمنا في دور ال 16 في الشامبيونز ليج، خلونا نشوف خصمنا في دور ال 16. الانتر، زلاتان ابراهيموفيتش راح يقابل فريق السابق، راح نلعب ضد انتر ميلان في دور ال 16 في الشامبيونز ليج. انتم متوا من التعب صح؟ ادري والله انكم كرفتوا، فببدلهم وبحاول اضبط اللياقه وزي كذا، وبرجع لكم وبنبدا مباراه فالنسيا. غيرت التشكيله يا عيال وحطيت الاحتياط، جالسين نحقق انجازات مع اشبيليا. شوفوا حتى هجومنا اقوى من الريال وبرشلونه. هجوم اليوم وكامبوس وسوسو هذول اللي ستيل. لا 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 بونو، كفو يا ياسين بونو، والله حلوه. الله الهدف الاول على فالنسيا، وكامبوس يضرب بالهدف الاول، كفو كامبوس. سوسو هذا نهايه سوسو، هذا من جد انهاء سوسو. اذا صار اسمك سوسو بتجتنهي زي كذا وتتدلع. يلا بس يلا ايه وصلنا 47 يا حكم،
اوكي صفر نهاية شوط اول جميل. يلا عاد يلا سوسو اذلف خلونا ندخل زلاتان جونيور عاد الواسطة الفنان معلش. يو يا عيال والله خطيرة بس غبية انهاها بطريقة غبية زلاتان. اوح يا لا تقول لي هذه على الكورة بعد يا رب. حلوة نصيري لا اوه زلاتان جونيور يا شفت الموهبة كيف يسجل اهداف مستحيل تتوقعها. هذا الموهبة اهداف فضائية يا شيخ يقطع بليسك. اوكي انتقال للنتيجة خلاص 2-0 واضح المباراة انتهت الحمد لله رجعنا الصدارة حقتنا الحين وزلاتان جونيور سجل هدف سلك بس يلا ما عليه. اوه هازارد ونيمار مولعين دير الاسباني. برشلونة ذا العلة فاز رجع في الصدارة وحنا باقي لنا جولة. طيب اسبانيول كم مركز اسبانيول؟ يقول لك مركز اسبانيول 14 في الدوري فان شاء الله انكم تقدرون تفوزون وما تستهبلون. 3-0 على اسبانيول نتيجة ممتازة وبرشلونة صح برشلونة لعب اوكي يعني هو فاز وانا فزت. برشلونة صار يلعب قبلي مغامرة بخسارة 4 لاعبين منهم اللاعبين خلونا نجدد لهم. دياز هذا ما يهمني صراحة الحارس حتى ذا ما يهمني انا اصلا اتوقع في ناس عارضهم من بعد عند ذا اوكي انت يلا بجدد لك. هذا موهبه كم بنعطيه 3 سنوات زائد شرط جزائي اوكي. طيب انت لا انت بزر بس ما تتطور واضح وانت انا متوهق فيك انت اصلا ما في احد بيوقع معك. احصائيات زلاتان جونيور لعب 27 سجل 7 يا عيال برشلونه تعثر. اوه هذه المباراه اذا فزت فيها راح تصدر عن برشلونه بفارق نقاط مره كثير فتكفون يا عيال فوزه وسوسيداد قوي 3-1 على سوسيداد وبكذا تصدرنا بفارق مره كبير عن برشلونه. اوكي كذا وضعنا تمام الحين. اوه السوبر طبعا راح العب مباراه مدريد اليوم عندنا نصف نهائي السوبر الاسباني خلونا نشوف الطرف الثاني برشلونه وبيتيس. اوكي حطيته صافي ويلا خلونا نبدا الحين ضد ريال مدريد في نصف نهائي كاس السوبر الاسباني اللي يخسر يطلع من البطوله. مباراة كبيرة والتحضيرات ايضا تسبق هذا اللقاء تؤكد التركيز الكبير على الخروج بنتيجة ايجابية. لا تذهبوا بعيدا وكونوا معنا في الموعد في البث المباشر لاحداث المباراة هنا في سانتياغو برنابيو. عاد انا اعرف البرنابيو توني هازمهم قبل حلقتين فاليوم بنتفاهم معهم صح مدريد. ايه يا ياسين كفو كفو بسرعة بسرعة اخترق 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 مرتدة 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 كفو روح روح يوسف النصيري النصيري اي يوسف ايش فيك بالعادة تسجل هذه الله عليك زلاتان جونيور راح راح يا عيال والله انه بقرة يبي له اعادة تربية ذا ارجع كوندي ارجع طلع بونو شوي ايوه عشان يتلخبط البلاي ستيشن وصيده بكوندي هذه حركة مضمونة ضد البلاي ستيشن سووها وما عليكم. زلاتان جونيور ها يا ها فيك حيل تركيض طبعا لا ناتشو اسرع منك لا اوه خطيرة خطيرة للريال دييغو كارلوس معهم دييغو كارلوس افا ابو كارلوس خطيرة خطيرة والله الريال يهجم من كل الجهات كفو تدخل لمسة على طول حط لك بلنتي ذا حطيت بلنتي على ذي يا الله يا وش ذا من اول لمسة على طول بلنتي وش ذا الحكم ذا يلا بس بلا بنزيمة بلا خمة هنا جالسين يلعبون حلو نيمار نيمار فاجئهم منطلقة نيمار فاجئهم مفجر يا نيمار يا ساتر والله اسطورية يا نيمار لو جت فهمتوا الله عليك يا كورتوا كورتوا شكرا يا كورتوا على التمرير الغبية احب البلاي ستيشن اذا صار غبي انا جيب بس جيب بس نيمار نيمار يا عيال رايق نيمار كاسيميرو اذلف مدري فاران اوكي انت الشوط الاول 1-1 هدفنا سلكه بس ما عليه كورتوا اعطاني اياه بس ما عليه يلا يلا يا عيال شوط ثاني على طول هجوم شوف على طول على طول ها فاول يا حكم حكم اصفر يلا ما فيها شيء ما متسلل ما متسلل مشى يا حكم تكفى انت مش دافع لك الريال يعلمني انا ادفع اكثر والله يا سلام على اللعبه يا سلام ابغى حل ابغى حل ابغى حل قمز قمز معي قمز يرفع يا عمي تراور دي زولا نعم ذا الدرجه السريعه يعني داري داري يرفع رايته اي انا مسوي مصيده نيمار نيمار ثاني مره والله عجبتني تسديداتك يا نيمار دييغو كارلوس جهز جهز راسك يا ساتر رودريجو ذا والله البلشه دييغو كارلوس معه معه ايوه اي لا يرفع احشره لأن بنزيمة في المنطقة خطيرة كوندي كوندي ايه يا عيال شفتوا كيف ما هجمت عليه البلاي ستيشن اذا هجمت عليه ترى بيلقى مسافة وبيلقى هدف له فشفتوا كيف انا ما ضغطت عليه ما عليكم الصم المطلق صم انا يعني احيانا انا اكون
فهمتوا؟ الله يقطع بليس مندي ذا، والله يا هو سريع. لا لا لا، ممتازه ممتازه ممتازه. كوندي كوندي يرجع، كوندي يرجع. احشرك انا احشرك، ما فيها شيء، بس بلا صياح بلا صياح، ما فيها شيء. خرب بيتهم يا عيال. ياسين بولو ارجع. طيب لمسه مثلث تتقدم زي كذا، استغفر الله العلي العظيم. بس ومن سجل علي ذا اللي يجلس في المستشفى اكثر من الممرضات. هازارد، الله عليك، بسرعه 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 بسرعه. تكفى تكفى النصيري، تكفى النصيري. النصيري راح، النصيري راح، النصيري يرفع. ادريسي مدري شو اسمك. ايه يا ابوي، خذ الكوره خذ الكوره، احنا فريق ما نستسلم. يا عيال هازارد مسترج ليش؟ صاير لي هازارد تشيلسي اليوم. كفو. اوه الله عليك الله عليك، حطها في المرمى. اشعرنا كما لو كان في الملعب امامه فاضي تماما. هدف رائع. انت تبي اسد حلقك انت الحين وراح اكتمك من الاعدادات يا ابن الحلمة. هاي طرد على زلاتان جونيور ولد. واو زلاتان جونيور، انتهت المباراة يا عيال. هذه هي النتيجة وهذه تفاصيل المباراة، طرد لزلاتان جونيور. اوكي ابراهيموفيتش لازم يعدل اشياء في التشكيلة، لازم. انت عندك طرد، فشلتني يا اخوي، والله فشلتني. على العموم احنا ودعنا بطولة كاس السوبر ضد ريال مدريد، كانوا يستحقون الصراحة، لعبوا مباراة كويسة. الجولات الجاية في الدوري لازم نركز فيها، يعني طار اول بطولة تطير علينا هذا الموسم، فخلونا نحافظ على باقي البطولات خصوصا الدوري. ان شاء الله في الحلقة الجاية عندي مباراة الانتر، راح نلعب مباراة اتلتيكو مدريد، بعدها راح نلعب مباراة الانتر في الشامبيونز ليج. انا الصراحة محتار وما ادري ايش بجاوب على اسئلتكم، يعني زلاتان راح يلعب ضد فريق السابق. فبس هذا اللي كان عندي، انتصرك الاشتراك، مع السلامة.